طيب، من الواضح ان هناك حاله من الانسجام ما بين اوجاستي بوش وكل لاعبي الفريق، ده بيبقى واضح من الاحتفالات، من هدوءك خارج الملعب بيعود على اللاعبين جوه الملعب. الانسجام ده حصل ازاي في شهرين؟ Well, it's not something that I أعتقد أن هذا شيء لا أعمل عليه، ولكن أنا أحاول أن أخلق علاقة جيدة مع اللاعبين، ليست صداقة ولكن علاقة قوية، علاقة تقوم على الاحترام. وأعتقد أو أشعر أن اللاعبين يشعرون بالمجهود الذي أبذله والشغف الذي أعطيه لكم، وأنا أيضا أحترم المجهود الذي يبذلونه، وهناك هذه الصلة بيننا فيما يتعلق بالعمل. بالتأكيد نحن نتعامل، نحن نتحدث، ولكن أنا لست من الشخصية التي تحاول أن تخلق علاقات صداقة قوية، لأن أحيانا هذا يؤثر ويؤدي إلى سوء تفاهم ربما وعدم الفهم حول مركز المدرب، ولا يجب أن تخطي بعض الحدود وبعض وكما قلت في شهرين استطعنا أن نخلق مناخ جيد، وهذا يأتي من العمل اليوم.